على ملعب شهداء بنينا الدولي في ليبيا، رابع مباريات الأندية المصرية في دور ال 32 من البطولات الإفريقية، حيث يحل المصري البورسعيدي ضيفا على الهلال الليبي في ذهاب دور ال 32 من البطولة الكونفدرالية الإفريقية في درجة حرارة تصل إلى 27 درجة مئوية. مساء الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، وكل عام وانتم بخير. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء. كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى ان نحيا على سنته وان نقتضي بخلقه وفي الاخرة بإذن الله. نشرب شربة هنيئة من يديه الشريفة لا نظمأ بعدها ابدا. ما بين موسم طويل انقضى وموسم جديد قد بدأ، لن نستغرق أكثر من أسبوعين لتبدأ الأندية المصرية مشوارها في البطولات الإفريقية. اطمنا بالفعل على ثلاث أندية في ضربة بداية موفقة، وتبقى بعد قليل الطرف الرابع. الأهلي حامل لقب دوري الأبطال ومعه بيراميدز في نفس البطولة، والزمالك حامل لقب الكونفدرالية ومعه أيضا المصري البورسعيدي في نفس البطولة. ثلاث أندية بدأت المشوار من دور ال 32، أما بيراميدز فكان بدأ مشواره بنجاح في الدور التمهيدي الأول، وامبارح والنهاردة اتلعبت المباريات الثلاثة لأنديتنا المصرية، وخلينا نستعرض مع حضراتكم النتائج حتى الآن. وتبقى طبعا مباراة المصري البورسعيدي. بالأمس كان عندنا مباراتين، بدأ نادي الزمالك مشواره بالفوز على فريق الشرطة الكيني بهدف دون رد، ده طبعا في إطار بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وبعد كده كانت المباراة الثانية اللي جمعت ما بين الجيش الرواندي وبيراميدز في دوري الأبطال، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. النهاردة ومنذ قليل انتهت مباراة النادي الأهلي في دوري الأبطال أمام جورماهيا بفوز كبير وغالي للأهلي بثلاثية نظيفة بأقدام طبعا رامي ربيع وبيرسي تاو. وبعد قليل إن شاء الله وتحديدا في 8 مساء تنطلق مباراة المصري البورسعيدي في مواجهة الهلال الليبي. المصري البورسعيدي اللي نجح بشكل كبير في الموسم الماضي، جمهوره دايما بيطمع فيما هو أكثر. إذا كان المصري أنهى الموسم الماضي في المربع الذهبي سواء في الدوري أو في الكاس، فالمطلوب في الموسم الجديد تجاوز مرحلة المنافسة إلى مرحلة التتويج. علشان كده ضربة البداية النهاردة هتكون مهمة للفريق تحت قيادة علي ماهر بثوب جديد، مدعوم بقائمة قوية مطعمة بصفقات جيدة جدا في مواجهة فريق مش سهل. استعد بشكل جيد، خاض عدة مباريات ما بين رسمية وودية، وهو فريق الهلال الليبي اللي بيقوده مدرب أيضا مش غريب عن الكرة المصرية، وهو الصربي زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري الأسبق، واللي بيطمح أيضا في استغلال عملي الجمهور والأرض علشان يحقق نتيجة إيجابية قبل مباراة عودة الأسبوع المقبل إن شاء الله في برج العرب. معطيات كتيرة تؤكد أن المصري مهمته قد تكون الأصعب ما بين الأندية المصرية الأربعة في دور ال 32، مع أيضا ما ننساش المباراة الصعبة اللي خاضها بيراميدز امبارح أمام الجيش الرواندي. لكن مباراة اليوم فيها تفاصيل فنية كتير هنتكلم فيها مع نجوم التحليل بعد التقرير التالي.